فحكينا عن الكاش وش هي الكاش والأشياء المربوطة مع الكاش زي الهيت ريشو والمس ريشو. فهلا أنا أكبر حجم الكاش ولا الممري؟ من الممري ولا الكاش حجم الأكبر؟ المين ميموري، المين ميموري أكبر من الكاش. هلا طب كيف نجيب من المين ميموري على الكاش؟ نقدر نجيب كل إشي، فبنجيب أجزاء، فبنقسم المين ميموري لبلوكس، بلوك 0 بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3، والكاش نقسمها برضو لبلوكس. في البلوك في الكاش نسميه لاينز مرات، بس انه برضو بلوك حجم البلوكس متساوي، يعني بالمين ميموري وبالكاش الحجم واحد. وطبعا بالمين ميموري بتكون في كل ادرس في عندنا وورد، يعني ممكن يكون بايت او 2 بايتس. فالادرس زي ما نعرف عندنا ان بيت بيطلع عندنا 2 to the power n ناقص 1 2 to the power n addresses، واخر واحد يكون 2 to the power n ناقص 1. ونفس الشيء بالكاش انه عندنا لاينز، اللاين كل لاين هو نفس بلوك، يعني إذا هون أربعة words مثلاً البلوك، برضو بكون البلوك في الكاش أربعة words. هلأ كيف إحنا بنجيب من المين ميموري؟ بنشوف الأدرس اللي بدنا نجيبه، هل موجود في الكاش؟ إذا موجود في الكاش بجيبه، إذا مش موجود في الكاش بروح على المين ميموري وبجيبه من المين ميموري على الكاش وعلى السي بي يو. يعني لما اجيب الميموري يعني ملكتوش بدرو على المين ميموري واجيبه ووديه على المين على الكاش ووديه على السي بي يو. يعني اللي بدي اجيبه يا بركيب الكاش وبجيبه على مباشره او بروح على المين ميموري. هلا اذا رحت على المين ميموري بجيبه على السي بي يو وبجيبه على الكاش. فعندنا الستركشر تاعها او الاورجانيزيشن تاعت السي بي يو مع الكاش مع السيستم باص المشبوك مع المين ميموري بالطريقه التاليه. انه عندنا الادرس، بنحط الادرس بدنا اياه، بتجينا الداتا او بنودي داتا. هلا ممكن اضطر اروح على السيستم باص عشان اروح على المين ميموري، او مباشره اخذ من الكاش على السي بي يو. اذا اضطريت اروح على السيستم باص، طبعا بعد ما ارجع برجع الكاش وبرجع على السي بي يو. يعني بحط الادرس بدي اياه، مثلا الادرس صفر، الادرس صفر موجود في الكاش، اذا موجود اوكي باخذ الداتا برجعها على السي بي يو، مش موجود بدي اضطر احط الادرس هذا على الادرس باس هون وتجيب الداتا وين انقلها على الكاش وعلى السي بي يو. فالكاش ادرس بين اللوجيكال ادرس وبين الفيزيكال ادرس، راح نشوفهم شو معناهم هذا، انه كيف انا ممكن اروح على المين ميموري. طبعا لما احكي عن ادرس معين ترتيب الادرس بالكاش غير عن المين ميموري. الكاش مابينج فانكشن راح نشوف 3 مين ميثودز، دايركت اسوشيتيف والست اسوشيتيف. بعدين راح نشوف لما يصير فل الكاش بدي اصير اشيل، فانا ايش اسمه least recently used and first in first out، فانا least frequently used random. والرايت بوليسي انه هل كل ما اعمل ابديت على الكاش اعمل ابديت على المين ميموري ولا اعمل ابديت مره واحده. فعن الرايت ثرو والرايت باك راح احكي عنهم برضو في هذا الشابتر، واللاين سايز ونمبر اوف كاشز، هل عندنا واحده يعني يونيفايد ولا سبليت، يعني 1 اور 2 كاشز 3 كاشز، وهل هم للداتا في الحل للداتا في عندنا يعني كاش ولا للانستركشنز كاش ولا لا. فكل هذا نشوفه بالشابتر هذا. هاي احجام الكاش بالسي بي يوز. طبعا السي بي يوز بالاول ما كان في بس الكاش، بعدين صار عن الكاش، وهلا بنحكي عن ارقام يعني بالميجاز. اوكي هلا عندنا 3 مين فانكشنز mapping functions، واحد اسمه direct، واحد اسمه associative، واحد اسمه set associative. اول طريقة هي الدايركت. الدايركت انه
ارجعوا هذه الصورة احاول اوضحها، انه البلوك 0 بيجي على اللاين 0، البلوك 1 بيجي على اللاين 1، البلوك اللي عند بلوك ان بيجي على اللاين ان هون. هلا ان زائد 1 او سي زائد 1 هون وين بده يرجع؟ يعني اذا عندي هون 0 على 0، 1 على 1، 2 على 2، 3 على 3، طيب لما يصير الكاش فل وين بده يودي اللاين الجديد؟ لانه المين ميموري اكبر، فوين بده يودي فكركم؟ نجرب نوضحها مثال. هلا اللاين 0 بالميموري اللي هو خلينا نحكي هاي ادرس، فاللاين بيطلع عندي يعني نفرض انه اللاين هو 4 ادرسز، هلا بلوك 0 في الادرس 0 1 2 3، بلوك 1 يعني كل بلوك بلوك سايز 4 بايتس مثلا نحكي،
فالبلوك 0 بيكون ماخذ اي ادرس 0 1 2 3 بلوك 1 ماخذ 3 4 4 5 6 7 بلوك 2 شو بيكون ماخذ شو يكون بلوك 2 اي ادرس بيكون ماخذ بالضبط بكون يعني بلوك 0 بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3 هلا بلوك 0 بدنا نجيبه على هون هذا بلوك 0 او لاين 0 خلينا نسميه لاين 0 عاده نسمي كلمه لاين جوا الكاش كلمه بلوك جوا جوا المين ميموري سمي هاي لاين زيرو ففي الدايركت مابينج نجيب بلوك زيرو على لاين زيرو بلوك 1 على لاين 1 بلوك 2 على لاين 2 بلوك 3 على لاين 3 هلا بلوك 4 وين بيجي؟ فكركم يعني اذا جيب من الكا من المين ميموري بلوك 0 بحطه في اللاين 0 بلوك 1 على اللاين 1 اذا احتجت انا داتا من بلوك 2 بجيبه على اللاين 2 بلوك 3 بجيبه على اللاين 3 طب بلوك 4 وين بدي الكاش مش فيه غير اربع بلوكس فيش عندنا بلوك 4 بس عندنا بلوك 0 1 2 3 حجم الكاش اصغر من المين ميموري ما عنديش عدد بلوكس كافي بالكاش اعمل مابنج لكل بلوك 0 100% فبلوك 4 راح يرجع بلوك 0 وبلوك 5 راح يرجع على لاين 1 بلوك 6 على لاين 2 بلوك 7 على لاين 3 وبلوك 8 راح يرجع على لاين 0 واضح الفكره الدايركت مابينج انه بلوك 0 بده يجيبه على لاين 0 بلوك 1 على لاين 1 بلوك 2 على لاين 2 بلوك 3 على لاين 3 بس بلوك 4 يرجع على لاين 0 فهاي هي الدايركت مابينج خلينا نشوف كيف تشتغل انا عندي المين ميموري وعندي الكاش في الدايركت انه كل مكان له مكان واحد يعني ما اعرفش مسبقا وين لازم اروح فبلوك 0 على لاين 0 بلوك 1 على لاين 1 بلوك 2 على لاين 2 بلوك 3 على لاين 3 بلوك 4 برجع على لاين 0 بلوك 5 على لاين 1 على المجرة فإذا أنا بدي أجيب بس بعرف كل بلوك بعرف وين بدي أروح هلا كيف بدي أعملها هذه إذا عندي كيف بدي أقسمها هلا إذا عندي الميموري بايت أدريسابل وعندي 256 بايت مين ميموري يعني كل كم بيتس في الادرس لاينز اذا المين ميموري 256 بايت وهي بايت ادريسبل المين ميموري الادرس تاعها كم بيت شو
شو رأيك؟ 8 بتس 2.8 256، فكل هاي لتكون 8 بتس، كلها 8 بتس. هلا عندي الكاش فيها 264 بايت، والبلوك سايز 4 بايت. يعني كم لاين في الكاش؟ لاين هو البلوك نفسه، الكاش كم لاين يكون فيها؟ إذا هي كل 4 بايتس هم 1 بلوك، والميموري كلها فيها 64، 16 لاين. تمام، هلا نشوف شو نعمل في هاي الشغلات. فأول خطوة بنلاقي how many address bits do we need for the main memory. فعنا 256 2 كوب 8 هي 256 بتطلع 8 زي ما حكيت حق أحمد. فعنا 8. هلا how many bits in W. W هي تعبر عن البلوك، فالبلوك هون 4 بايتس، يعني كم بت بلزمني عشان أعبر عن 4 شغلات. عندي 4 بايتس وبدي أعبر عن كل بايت لحاله، يعني عندي بايت 0 1 2 3، كم بت بلزمني عشان أعمل representation ل 4 different things. شو رأيك؟ عندي لا مش 32 ولا 8، هيك هو ايش بتطلع 4 بالعربي؟ 2. ف ال W راح تطلع 2، فعندي 2 كوب W بيساوي 4 بتطلع 2. هلا عندي 64 بايت واللاين هو 4 بايتس، فبيطلع عندي 16 لاين. هلا عشان امثل اللاينز اللي عندي كم بت بلزمني؟ 2 كوب R بيطلع 16، فR بيطلع 4. فبالطريقه هاي اللي ضلوا من 8 بت هم بنسميهم تاج، وبهاي الحاله التاج هو 2 بتس. يعني عندي 2 بت عشان يحكوا عن البلوك، 2 بتس عشان يحكوا عن البلوك. عشان امثل اللاينز اللي عندي بدي اربع بت، والباقي هم تاج. يعني باقي البت اللي هم باقي 8، يعني هون 2 هون 4 بضل هون 2. خلينا نشوف مثال ثاني. اذا المين ميموري 16 ميجا، والكاش ميموري 64 كيلو، والبلوك سايز 4 بايت، كم بدي للدبليو، كم بدي لللاين، وكم بدي للتاج؟ هلا التوتال كلها كم بت للمين ميموري بلزمني هون؟ كم بت عندي 16 ميجا بايت، كم بت بلزمني عشان امثل 16 ميجا بايت؟ اذا هي بايت ادريسبل، بايت ادريسبل. شو رايكم؟ 24 100 100، 2 كوب 4 2 كوب 20 بيطلع 2 كوب 24. تمام، الدبليو كم بت؟ الدبليو هي لها علاقه بالبلوك سايز. 2 كوب دبليو هي 4 فبيطلع 2. اللاين كم لاين عندي هون؟ كم لاين بهاي الكاش؟ اذا اللاين 4 بايت وعندي 64 كيلو بايت كاش، كم لاين في عندي بهاي الكاش؟ عندي 64 كيلو بايت واللاين واحد 4 بايتس. شو رايك؟ 16 ايش؟ 16000 بالضبط. طيب 16000 16000 كم بت بلزمني عشان امثل 16000؟ هيك هو ايش بيطلع 16 كي؟
14. فبيطلع عندي البلوك 2 واللاين 4 والتاج كم ضل التاج؟ كم ضل التاج؟ لا ليش 18؟ هي كلها 24، كلها 24. حكينا 24 من 2 قوة 24 بساوي 16 ميجا، كلها 24. هون 2 هون 14 كم ضل؟ ثمانية، 108. فعند 2 بتس للW للبلوك سايز 4، 14 بت لللاين، 14 بت لللاين، واللي ضلوا هذول بنسميهم تاج. التاج 24 ناقص 14 ناقص 2 بيطلع 8. خلينا نعمل كمان مثال. هاي سمري كيف واحد ممكن يعمل المابينج. كان مرة الدايركت مابينج هي انه كل يعني الاول بيجي على الاول، الثاني على الثاني، الثالث على الثالث، بعدين بيرجع بعد ما يخلص كلهم بيرجع على الاول. هاي هي الدايركت مابينج. خلينا ليش انا جايبهم محلولة. طيب هون عندي 250 وورد و16 وورد كاش و4 وورد بلوك سايز ودايركت مابينج. ف2 قوة 2 4. هلا كم لاين في عندي هون؟ نمبر اوف لاينز كم؟ كم لاين هون؟ هاي بدي 2 بت لاينز، بس هم كم لاين عندي؟ كم لاين؟ بهاي الكاش. الكاش هاي فيها 16 وورد والبلوك 4 وورد. كم لاين في عندي؟ شايفوا عدد اللاينز كم؟ 4. عشان هيك بالزمن اللاين 2 بيتس برضه. لأن اثنين هم 16 تقسيم 4 بيطلع 4. فاثنين قوة 2 بيساوي 4 برضو. هلا هاي 2 وهاي 2 اللي ضلوا اللي هم ضلوا من 8 بضل 4. فهاي هي التاج. هلا إذا أنا طلبت، نرجع على المثال هذا، إذا أنا طلبت الأدرس زيرو، الأدرس زيرو، شو بجيب؟ بجيب البلوك زيرو. شو يعني بجيب البلوك زيرو؟ إذا طلبت الأدرس زيرو بجيب معي زيرو ون و تو و ثري. إذا أنا طلبت الأدرس ون برضو بجيب زيرو ون تو ثري. يعني إذا أنا طلبت أي أدرس من هدول، أي أدرس من هدول بجيب كل بلوك. إذا طلبت أي أدرس هون بجيب كل بلوك. يعني إذا طلبت الأدرس خمسة شو بجيب معي؟ بلوك واحد اللي هو أي أدرس فيه؟ أربعة خمسة ستة سبعة. أربعة خمسة ستة سبعة. هلا لو أنا طلبت الأدرس أربعتاش، اثناش، تلاتاش، أربعتاش، خمستاش. هلا إذا أنا طلبت الأدرس واحد بكون هيت ولا مس؟ أولها بكون مس، يعني ما بلا فيه بالكاش. هلا إذا طلبت الأدرس واحد وبعده الأدرس اثنين، هل الأدرس اثنين هيت ولا مس فكركم؟
اول شيء طلبت الادس واحد بعده الادس اثنين، هيت ولا مس؟ هيت. ليش؟ لان لما طلبت الادس واحد انا جبت معه 0 1 2 3، يعني اذا طلبت الادس 0 بعدين طلبت الادس 3 فهي هيت 3. هلا طلبت بعد الثلاث طلبت الأربعة، هيت ولا مس؟ مس. بعده خمسة، بعد الأربعة خمسة، هيت. ستة تسعة تسعة، هيت ولا مس؟ طيب بعد التسعة ثمانية، هيت. لأنه إذا جبت التسعة أنا، إذا جبت التسعة بكون أنا جايب معي أصلاً الثمانية والتسعة والعشرة والحداعش. فإذا أنا طلبت التسعة بعدين طلبت الثمانية فالثمانية هيت. يعني إذا أنا طلبت زيرو بجيب معي مش بس زيرو لحاله، بجيب زيرو واحد اثنين ثلاث. لو طلبت كمان اثنين مثلاً بجيب معي زيرو واحد اثنين ثلاث. يعني اللي بطلب اي ادس في البلوك بجيب البلوك كامل بحطه في اللاين. اللاين هو نفس حجم البلوك كامل، يعني اللاين هو حقيقة نفس حجم البلوك. ف خلينا نشوف. كاميرا، اذا انا طلبت الادرس واحد فانا بجيب 0 1 2 3 على اي لاين بودي، على اي لاين بودي الادرس 0 او 1 او 2 او 3 بوديه على اللاين 0. كيف بعرف اللاين؟ من البيتس التنتين التانيات، يعني مش اول تو بيتس، هدول بحددوا في اي ورد في البلوك، بس هاي بتحدد وين بوديه في الكاش. فهون بوديه على اللاين 0. طيب اذا انت طلبت او بلوك 0 طلبت اي شيء في الادرس 6، يعني مثلا شوف الادرس، شوف شوف في البلوك 6، 6 هي 6 ضرب 4 يعني البلوك سايز 4. فاي البلوك 6 شوف الادرس فكركم، شو رايكم بلوك 6 اي ادرس بكونوا فيه؟ هلا كيف بدي اعرف الادرس؟ انا بقدر اضرب 4 لان البلوك سايز 4، 4 بالضبط 24 25 26 27، هدول كلهم في البلوك 0. يعني سواء طلبت 24 اللي هي 8 زائد 8 زائد ايش؟ زائد 16، او 25 او 26 او 27، هدول بجيب فيهم اي بلوك؟ بلوك 6. طب بلوك 6 على اي لاين بيجي؟ بمسك الادرس هذا وبحلله، فبيطلع اي لاين هدول بيجوا؟ على اللاين 2 اللي هو هون في 1 0. بلوك 8، بلوك 8 اي على اي لاينز بيجوا؟ بلوك 8 على لاين 0 برضه، لانه ليش بلوك 8؟ بلوك 8 هو 8 ضرب 4 فطلع 32 33 و 34 32 33 34 35. فالبلوك 8 طبعا هو البلوك 0 والبلوك، هلا عندنا اربع بلوكس، يعني بلوك 0 وبلوك 4 وبلوك 8 وبلوك 12 وبلوك 16 بيجوا كلها على 0. نفس الشيء لواحد، واحد والخمسه والتسعه بيجوا على نفس المكان، يعني كل أربعة بيجوا عن نفس المكان. ف إذا عندي مثلا أنا طلبت الأدس ثلاث بالنسبة لإيش؟ مس، لأنه ما كانش فيه إشي. أربعة مس لأنه بيجوا على اللاين واحد. هلا ستة واضح ليش هيت ستة؟ ليش 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 إذا طلبت أنا ثلاث أربعة ثلاثة مس أربعة مس ستة هيت، ليش؟ ليش الستة هيت؟ وين تجيب لها الستة؟ مع مين؟
مع الثلاثة ولا مع الأربعة؟ مع الأربعة. طب الاثنين هيت ولا مس؟ هيت. ليش؟ وين جبتها أنت الاثنين؟ لما جبت الثلاثة، لما جبت الثلاثة أنا جبت معها 0 1 2 3 حقا. هلا 18 وين بتيجي 18؟ على أي الأدس 18؟ على أي بلوك؟ أدس 18 أي بلوك؟ زيرو. طيب إذا رجعت ربط التنين هل هي هيت ولا ميس؟ ميس. ليش؟ ليش التنين كانت هون هيت وصارت هون ميس؟ لأنها على اللاين زيرو. لأنه لما جبت ال 18، أنا لما جبت 18 شو عملت في اللاين زيرو؟ راح منه البلوك زيرو وصار في بلوك ثاني، صح؟ اللي هو في الادس 18 اللي هو سواء 18 16 17 18 او 19. اي واحد من هدول بخلي يجيب البلوك اللي فيه الادس 18. ف هذا البلوك خلى انه اللي جبته بالاول اللي هو كان 3 واللي فيه 0 1 2 3 انه يروح من الكاش. هلا اذا طلبت واحد، ليش هون واحد هيت؟ ليش الواحد هيت؟ لانه اجى مع التنين اللي هون اللي قبله، لان التنين هو في كاميرا البلوك تنين الادس تنين، مش بجيب بس تنين لحاله، بجيب الصفر واحد اثنين ثلاث. يعني طلبت الادس تنين وبعد طلبت واحد، فهو الواحد هيت صار. طبعا اول مره التنين بيكون ميس لانه مش موجود في الكاش، بس اذا رجعت طلبت بعد الواحد هيت، اذا رجعت طلبت التنين برضه هيت. ف خلينا نشوف كمان. هلا اذا انا طلبت ال 08068 كبلوك، اذا طلبت البلوك 0 هيت ولا مس فكركم؟ مس. وين بروح اي بلوك؟ على الزيرو. 8 هيت ولا مس؟ مس. على اي بلوك بروح؟ هلا اذا نفس المثال انه في عندنا 4 بلوكس زي ما هم واضح هون، معناته 8 وين بيجي؟ اي بلوك او اي لاين؟ شو رايكم 8 وين راح نجيبه؟ على الزيرو. ليش على الزيرو؟ لانه هي طبعا هي بتقدر تعمل 8 مود 4 لهم 4، يعني الصفر والأربعة والثمانية والاثناش كلهم بيجوا على نفس البلوك كامرة. لما نرجع هون الزيرو والأربعة راح يجوا على نفس المكان، لأنه الزيرو بيجوا هون، الواحد بيجوا هون، الاثنين بيجوا هون، الثلاث بيجوا هون، بس الاربعه بيرجع وين؟ بيرجع على لاين زيرو. والثمانيه زيها لانها من مضاعفاتها، فبتقدر تستعمل مود. طبعا البلوك 8 كاني طالب اي ادرس، البلوك 8 اي ادرس بيكون فيه 8 ضرب 4، ما دام البلوك فيه 4 بايت او 4 ويردز، معناته هو 8 ضرب 4 زي ما عملناها قبل شوي حتى. يعني البلوك 8 كانه
يا 32 او 33 او 34 او 35 يعني بالضبط. هدول الادرسز كانهم بلوك 8. فاذا بتروح بتلاحظ على على التو بتس اللي هون مش اول اثنين، التنتين الثانيات بلاقيهم صفار، عشان هيك هذا بروح على على اللاين 0 برضه 8. يعني هدول بحددوا لي اي وورد، بس هدول بحددوا لي في اي لاين. فاذا بلاحظ اللاين بلاقي انه 0 0. هلا اذا طلبت بعدها بلوك زيرو هيت ولا مس؟ بلوك زيرو. هلا هيت هو لو مراحلش لو ما جتش الثمانيه، بس لما اجت الثمانيه شو سوى الثمانيه؟ كم مره انا كان عندي زيرو حطيته في بلوك زيرو، الثمانيه برضه حطيته في بلوك زيرو، فراحت الزيرو. عشان هيك لما اطلب زيرو هون برضه هو مس، برضه مس. واضح؟ ستة. ستة وين بيجي؟ على اي لاين؟ لاين تو. هيت ولا مس؟ مس. بالاول مس، لان ما طلبناش الستة كمان مرة. والستة اصلا مش في الصفر ولا في الثمانية ولا في شيء. هلا ثمانية شو رايكم؟ ثمانية هيت ولا مس؟ وين بيجي؟ على اي لاين بيجي ثمانية؟ يعني بدي اشيل مين، الستة ولا الصفر؟ بدي اشيل الصفر. هيت ولا مس؟ مس. لانه قبل شوي كان في زيرو في البلوك 8، وهلا اجيت طلبت البلوك 8 في البلوك زيرو، فبرضه مس. فلو ملاحظين هي المشكله في الدايركت، المشكله في الدايركت حقيقه اذا انا طلبت التو بلوكس بيجوا على نفس المكان. اذا بدي اطلب في تو بلوكس بيجوا على نفس المكان بضل يعمل مس. يعني اذا بدي اطلب 0.8 0.8 0.8 هي مشكله بالنسبه لي في الكاش. طب شو الحل؟ حد يعطينا حلول. واضح المشكلة؟ إذا أنا بطلب دائما 0.8 0.8 0.8 دائما هي إيش؟ مس راح تكون. طيب حد يعطينا هيك حل لهي المشكلة؟ يعني وين احطهم مثلا؟ حطهم محل ثاني 100%. هلا هو الحل هذا، هذا واحد من الحلول انه نحطه في محل ثاني. يعني في محلات فاضيه هون بالكاش، طبعا في محلات فاضيه. طيب اذا الزيرو كان هون ليش ما احط في بلوك 1؟ شوف لك شو المشكله اني احط في بلوك 1، او شو الديس ادفانتج اذا حطيت في بلوك 1. هلا اذا السي بي يو طلب الادس 32 وين بروح بدور بهاي الحاله؟ بالدايركت مابن. طلب الادس 32 على اي بلوك بروح بدور؟ بالدايركت مابن. اذا طلب البلوك 8 هو عارف ان البلوك 8 بيجي على يعني اي ادس في البلوك 8 سواء 32 33 34 35 بيعرف انه راح يجي في بلوك 0، فبروح بس بدور في بلوك 0. السي بي يو بس بدور في بلوك 0 وبشوف التاج، هل التاج اللي بدي اياه ولا لا. هلا بحكي عن التاج كمان مرة. هلا إذا حطيت أنا سمحت له يحط الثمانية وين ما بده، وين بصير يدور؟ يعني إذا أنا حكيت له الثمانية حطها وين ما بدك، هل بصير بس يدور في البلوك زيرو؟ ولا لا؟ فشو بده يصير يدور؟ وين يدور؟ يعني في البلوك 01 ولا البلوك 0123 يعني في كلها ولا في نصها ولا؟ اذا انا سمحت له يروح على اي مكان شو لازم السي بي يدور؟ في كلها
يهمني بصير ادور في كلها. هل هاي هي المشكله بصير في الشيء اللي مش داري نسميه فول اسوشيتيف، انه اسمح له يحط البلوك وين ما بده، اذا سمحت له انا احط البلوك وين ما بده بصير يعني لازم افتش عليها بكل الكاش، وهذا باخذ وقت. هلا اذا انا عارف ان البلوك 8 بيجي على بس بيجي على البلوك 0 في الكاش، خلاص انا محصور في التدوير هون بالبلوك بلوك 0، بعرف اشوف في داتا، اذا في داتا فاليد اوكي. هلا كيف بدي اعرف انه هذا الداتا اللي هون هي بلوك 0 ولا 8؟ شو رايكم كيف بدي اعرف انه بلوك 0 ولا بلوك 8؟ يعني هل هو الادس 0 ولا الادس 32؟ شو الاشي اللي بدلني انه هاي الداتا هي 0 كاميرا 0 8 هون جايه في نفس المكان، والاربعه راح تيجي في نفس المكان كمان، وال16 في نفس المكان، وال12 في نفس المكان. فكيف بدي اعرف انها هاي هي الزيرو ولا الثمانية ولا الستاعش ولا شو رايكم؟ شو الاشي اللي بميز الادرس زيرو عن الادرس ثمانية؟ يعني هون بلوك زيرو اللي هو في الادرس زيرو، والبلوك ثمانية اللي فيه الادرس 32، شو الاشي اللي بميزهم عن بعض؟ كيف السي بي يو من هاي الارقام ممكن يعرف انه هذا هو زيرو ولا هو بلوك 8؟ يعني ادرس 0 ولا ادرس 32 كيف ممكن يعرف اللي وين وين على الوحدات؟ يعني لاحظ على لاحظ على رقم 32 ورقم 0 او رقم 33 ورقم 1، يعني هون رقم 1 و33، شو الاشي اللي بيفرقوا عن بعض؟ اي بارت من هذول راح يدلني انه هاي الزيرو التاج 100%. التاج هو اللي بدلني يعني الجزء الاخير اللي هون في البلوك 0 التاج تاعه 0، في البلوك 8 التاج تاعه مش 0، هاي 2 صح. فهاي اللي بميزه عن بعض، يعني التاج يعني السي بي يو بروح على البلوك 0 هو بدور مثلا على الادرس 8، بروح على البلوك 0 هل في في التاج التاج تاع البلوك 8 ولا لا؟ اذا مش البلوك 8 بعرف انه مش داتا مش له، حتى لو كان في داتا فاليد، لانه بكون مش الداتا اللي بدور عليها، لانه بلوك 0 وبلوك 8 بيجوا على نفس المكان، بلوك 16 نفس الشيء بيجوا على نفس المكان. فالشيء اللي يميزهم هو التاج. واضح ليش في تاج؟ كم مره خليني ارجع شويه احكي عن الكاش كمان مره. تمام شباب، انا بلوك 0 بيجي على اللاين 0، بلوك 4 بيجي على اللاين 0. طب كيف بتعرف انا طلبت الادرس 16 ولا الادرس 0؟ يعني اذا طلبت الادرس 16 ولقيت هون في داتا، هل هي 16 حقيقي ولا 0 مثلا؟ طبعا ممكن يجي 32 كمان عليها، يعني كل المضاعفات الاربعه راح يجي عليها. فالشيء اللي بيميزه الشيء اللي بيميز الادرس عن الادرس الثاني هو التاج، هو التاج. لانه بالورد الورد الاولى راح ضلها نفسها، واللاين اذا بيجي على نفس اللاين نفسه، هلا بضل يميزهم هم التاج. يعني اذا انا طالب 0 بلوك 0 مثلا ادرس 1 اللي هو في بلوك 0، والادرس 33 اللي هو في بلوك برضه 0، يميزهم عن بعض حقيقه بس منطقه التاج اللي هي بهاي الحاله الاربع بيتس الاخرانيات، الاربع بيتس اللي بالاخر. اوكي شباب، حد عنده اسئله؟ ارجع هلا هاي مش اولها واحد بفهمها، اللي تكون متبع مزبوط. الحل حكينا عنه، نروح هلا اللي منيح فيها انها إنها سريعة. كيف سريعة؟ إنه بعرف أنا وين بدي أروح أدور، محل واحد شو غيره. اللي مش منيح فيها إنه أجب تو بلوكس في نفس المكان، بضل يعمل مس. فالحل إنك تسمح يروح أي مكان بده إياه. إذا سمحت في أي مكان بده إياه بصير بس عندي تاج وورد. يعني هون كم فكر كل وورد وكم التاج؟
أو خلينا نكمل مع هذا الشيء. إذا حد عنده أسئلة على الدايركت. هدول واضحات؟ رقم اللي هون، تنين هون، تنين هون، أربعة هون، واضحات ما أجوا؟ تمام. واضح ليش بلوك 0 و 8 بيجي على نفس المكان؟ هو بيكون واضح. طيب خلينا ناخذ معنا بريك ربع ساعة، بنرجع على 12:10. يعطيك العافية شباب صبايا، خلينا نبدأ. اوكي، حكينا مشكلة الدايركت مابينج، انه لو اثنين بلوكس بيجوا نفس المكان راح يضل يعمل مس، فهي واحدة من المشاكل. كان لها حل طرحته كمان، انه اسمح للبلوك يجي على اي مكان في الكاش، يعني بلوك 0 يجي على الاول، بلوك 8 برضه يجي الثاني، مش شرط يجي على نفس اللاين. فكيف بعملها ديزاين؟ هذه بعملها ديزاين اني بقسم بس لورد وتاج، ما عندي شيء اسمه لاين اصلا، مش راح يجي على لاين معين. فكم هون الورد بهالمثال فككو W؟ كم؟ 4 بايتس برضو، بايت ادريسبل. شو رايكم؟ W كم؟ رجعت ولا لسه بتشرب قهوة؟ 2 مزبوط. والتاج كم هي الممر؟ هاي كلها اصلا كم بت بالزمن للادرس لاينز كاملة، وكم التاج راح يطلع؟ كلها 8 والتاج 6. 100%. فعندي 8 256 بايت، 2 قوى 8 هي 256. فاللي ضلوا حقا هم طبعا ورد 2، فاللي ضلوا 6. هلا إذا كان عندي 16 ميجا و 64 زي المثال قبل و 4 بايت برضو بلوك سايز، كم ال W؟ وكم التاج؟ كم كلها أول شيء؟ كم بت بالزمني للمين ميموري هذه؟ ده هي بايت ادريسابل 24. تمام. هلا كم لل W؟ 2. كم ضلوا للتاج؟ 22. 100%. ف عندنا 2 بتس للورد و22 بت للتاج، كلهم مع بعض 24. فهي بشكل بسيط الاسوشيتيف، مش هي المستخدمة بس انها طريقة. واضح ليش هون عند 2 و6؟ 2 ما اجت هاي 2 W 2 والتاج ليش اجت 6؟ من وين اجت 2 وما اجت 6؟ بالضبط 2 قوة 2 سوى 4، 100%. 4 بلوك ووردز في البلوك الواحد و 8 ماكسيم، 100%. هلا نطلب نفس الشيء 08068، مس ولا هيت؟ مس. طلبت الزيرو مس، طلبت الايت مس ولا هيت؟
مس مش موجود اس. هلا طلبنا الزيرو هت 100% هت لان الزيرو موجوده اوريدي. طلبت السته مس. طلبت الثمانيه 8 هت. ف بهاي الطريقه حنزيد الهت ريت. بس اذا فيها مشكله هاي الطريقه مشكله انه اذا بدي ادور على بلوك معين لازم افحص كل الكاش واقارن مع التاج. فهاي مشكله. هلا الحل حد يحكي لا حل بدمج التنتين. شو فكركم في مجال ندمج التنتين هذول مع بعض؟ كيف احنا ممكن نفكر يدمجهم مع بعض؟ يعني الطريقه الاولى الدايركت بس بيجي البلوك الواحد بيجي على مكان واحد. الطريقه الثانيه البلوك الواحد بيجي على اي مكان في الكاش. طب شو في طريقه ثالثه فكركم كومبينيشن هذول الثنتين او شو بيشبههم؟ حدا فكرنا بطريقة؟ الكومبينيشن بينهم اني اسمح للبلوك مش يجي على لاين واحد مثلا على 2 لاينز او 4 لاينز. يعني اقسم الكاش لستس والست يكون فيها اكثر من لاين وانا اجيب البلوك هذا على ست معين مش على لاين معين والست هاي يكون فيها اكثر من لاين. فلو كان لاين الاول مشغول بروح على لاين ثاني، لاين ثاني مشغول ثالث، الثالث مشغول بروح على الرابع. بس يعني ليميتد يعني ما بسمح ست كبيره مثلا 4 لاينز 2 لاينز 4 لاينز 8 لاينز هيك شغله 16 لاين. فخلينا نشوف. الست اسوشيتيف انه اسمح مثلا 2 لاينز بير ست. يعني الكاش كونتينز نمبر اوف سيتس، ايت سيت كونتينز نمبر اوف لاينز. فهيك بسمح الى اللاين الواحد يجي اكثر من مكان او البلوك الواحد يجي اكثر من مكان. فهيك بحصر السيرش على ست معينه. هاي السمرة تاعتها. خلينا نشوف كيف نعمل ديزاين. هلا بدنا نحكي انه 2 way set associative. طبعا هاي البايت ادريسبل 256 64 و 4 بلوك بايت بير بلوك وعندي 2 way set associative يعني 2 lines بير set. فبدي حدا يحكي لي W كم هون بالاول. W كم؟ شو رايك الدبليو كان؟ 2 زي اول ما فيش غير 4 بات بلوك سايز. هلا كم لاين في هون؟ اللاينز بالاول كم لاين في هون؟ كم لاين؟ في الكاش كم لاين في الكاش؟ هون كان 64 الكاش. خلينا أول شيء قبل نحكي عن السيتس نحكي عن اللاينز. 64 الكاش وكل بلوك أو كل لاين هو 4 بايت. فأكم لاين في عندي؟ أو أكم بلوك في الكاش؟ 16. طيب أكم ست؟ هلا إذا كل ست فيها 2 لاينز أكم ست بيطلع عندي؟ كم ست؟ 8. معناتها كم بت بالزمن للست؟ اذا عندي 8 بت في الست معناتها الست كم بت؟ 3 100%. فهان 2 3 واللي ضلوا هم تاج.
فاول شيء بحسب البيتس لكل الميموري من ميموري ادرس زي ما بالاول زي ما عملنا البلوك عندنا 2 تو باور دبليو بيساوي 4 فبيطلع دبليو 2. هلا كيف بدي احسب عدد السيتس؟ بحسب اول شيء عدد اللاينز number of lines cache size على line size عندنا 64 بايت cache size 4 بايت per line فبطلع 16 line. هلا number of sets number of هي نفس number of lines تقسيم number of lines per set فبطلع 16 تقسيم 2 lines per set بطلع 8 sets. 8 sets بدهم 3 bits فبصفي عندي 2 3 والثلاثة tag يعني الباقي هم tag. واضح كيف طلعوا هدول 2 3 3 تمام. معناته حد يحكي لنا هون كم W في الاول او شو كلها هاي كم كم مره نفس المثال السابق 16 ميجا بايت كم بت 24 W 2. هلا 6 أكم لاين في عندنا هون؟ وأكم ست هون؟ أكم لاين؟ الكاش 64 كيلو بايت، اللاينز في الكاش كم؟ الكاش 64 بايت أو كيلو بايت والبلوك الواحد أو اللاين الواحد هو 4 بايت فأكم لاين بيطلع عندي في الكاش؟ أربعة هي 64 تقسيم 4 طبعا 16 إيش بس 16000 المفروض 16000 16000. هلا 2 way set associative يعني 2 lines per set 2 way ست أسوشي يعني 2 lines per set فأكم 1000 ست عندي أكم ست عندي 8000 8 كيلو اللي هي 16 كيلو اللي هي 64 تقسيم 4 بطلع 16 كيلو تقسيم 2 بطلعوا 8000 كيلو 8000 لاين او 8 كيلو لاين اسيت. هلا كم بت بالزمن للست اذا هم 8 كيلو معناتها كم بت بالزمن للست؟ كم بت بالزمن احط للست اذا هم 8000 8000 كم بت بالزمن 8 كيلو 2 قوة ايش 2 قوة ايش بيطلع 8 كيلو 3 كيلو لا 2 كو 2 كو 3000 هي بتطلع 8 كيلو لا 2 كو ايش بيطلع 8000 وام شو هو 2 كو اكس بيطلع 8 كيلو 13 100 13 لانه 2 كو 13 هي 8 كيلو. خلينا نشوف التفصيل هاي التاج كم التاج ضل 9 فعندي 2 بيتس للورد 13 بت للست و9 بيتس للتاج. ليش هيك طلعوا النمبر اوف سيتس او نمبر اوف لاينز بالاصل هو 8 64 كيلو تقسيم 4 هذا نمبر اوف لاينز number of sets هم number of lines تقسيم 2 lines per set فبيطلع number of sets 13000 8000 8000 بلزمهم 13 كم مرة هون كل line ممكن يجي على أكثر من set. بهذا المثال عندنا برضو 64 56 وعندي الممر كلها 8 bits الزمن الأد استاحة 8 بيتس عندي 16 وورد كاش والبلوك سايز
2 4 فبلزمني 2. هلا كم 6 راح يطلع عندي هون؟ كم 6 هون في؟ ما اعتقدش. كم لاين في هون؟ اللاينز 4 بس السيتس كم؟ اذا 2 واي ست اصلا يعني 2 لاينز بير ست. 2 سيتس، 2 سيتس كم بت بلزم هون؟ 2 قوة ايش بيطلع 2؟ 1. عشان هيك هون طلب الست في عندي 1 والباقي تاج 5 بتس تاج. فإذا أنا بدي أطلب الأدس 1 طبعا أو 0 أو 2 أو 3 بطلب بروح على أي ست على الست 0. البلوك 6 اللي هو برضه في 24 25 26 27 برضه على البلوك على الست ايش؟ 0. وإذا بدي 8 برضه على الست 0. فخلينا نعملها كمان مرة. هاي عندي 2 sets. الزيرو وين بروح؟ على اي بلوك؟ على اي ست؟ وهل هو هيت ولا مس؟ مس. هلا طلبنا 8 وين يوديها؟ وهل هي هيت ولا مس؟ 8 على اي ست؟ نفس المكان بس هلا صار في مجال احطها في لاين ثاني يعني 6 0 بس لاين ثاني 6 0. طبعا مود 2 لانه عندي 2 6 او بترجع تعملها زي هيك زي ما شايفين بلوك 0 بلوك 6 وبلوك 8 بيجوا كلهم على الست. هلا 0 هيت ولا مس؟ هيت. وين موجودة في الـ 6 0 أصلا؟ هي موجودة أصلا 6 هيت ولا مس؟ مس. وين راح تيجي؟ على أي ست؟ الست إيش برضو؟ 0. هلأ مين أشيل؟ مين أشيل؟ هل أشيل الزيرو ولا أشيل الثمانية؟ هلأ في عنا أكثر من طريقة. حكينا least recently used, least frequently used, first in first out و random. هلا بدي احكي عنها هي least recently used. least recently used مين اخر وحده انا ما استخدمتهاش؟ معناتها بدنا نشيلها محل الثمانيه. least recently used الثمانيه انا لم استخدمها. اخر واحده استخدمتها هي كانت الصفر، يعني عملت عليها اكس اخر واحده كانت صفر، فالليست ريسنتلي يوزد هي 8. هلا ال 8 وين تيجي؟ على اي ست؟ وهل هي مس ولا هيت؟ مس ولا هيت؟ مس. مين اشيل؟ ليست ريسنتلي يوزد. زيرو. طيب فيها محل زيرو. هلا واضح شو يعني least recently used؟ شو يكون حل هلا least frequently used؟ نشوف شو الفرق بينهم. واضح كيف least recently used كمان مرة؟ least recently used بشوف شو آخر إيش أنا ما استخدمتوش وبشيله. least recently used أقل استخداما. في الاخر ليست فريكوينتلي يوز. هلا لو بدي اعملها ليست مش عارف انا اعملها ولا لا مش عارف. اوكي خلينا نعملها ليست فريكوينتلي يوز نشوف. خلينا نشوف كيف الليست فريكوينتلي يوز بتشتغل. ليست فريكوينتلي يوز هلا الزيرو كمان مره تفرق عليها بتفرقش. مس بعدين كمان مره مس وهلا هيت وهلا السته. مين بدي اشيل اذا هي least frequently used؟
مين الأقل استخداماً هلأ؟ 8 لأنها مرة واحدة نعملها، فبشيل 8. هل هي هي بهي الحالة ليست سنتلي يوز ليست فريكوينتلي يوز ما تعرفوش؟ هلا هون تفرق الثمانية، مين الليست فريكوينتلي يوز؟ الستة. ليش؟ لأنها الست يعني لو هنا كانت ليست فريكوينتلي يوز لازم أشيل أنا الستة، هاي هاي السلايدز بس ليست ريسنتلي يوز. هلا التكرار الأقل اللي ملاحظين إحنا هون أجيت أنا 8، هلا الستة أنا مستخدمها مرة واحدة حقتا، والزيرو أكثر من مرة، فالمفروض إني ما أشيلش الزيرو وأشيل بالليست فريكوينتلي يوز وأشيل الستة، بس الليست ريسنتلي يوز بشيل الصفر. هلا إذا كان قد بعض المفروض قد بعض بتفرقش. كانوا قد بعض؟ شوف باش كنا غلطانا. هلا الستة هاي مين لازم نشيل؟ الثمانية بالليست ريسنتلي يوز بالليست فريكوينتلي يوز. هلا هاي هون برضه قصدك هاي كمان كانت قد بعض، لاحظ شوي كانت قد بعض. هاي ثمانية اوكي. اذا كان قد بعض ما تفرقش في اي واحده، بس اذا كانت الليست فريكوينتلي يوز، اذا كانت الثمانية يعني المفروض هي ستة مره واحده، لو كانت الصفر مستخدمه مرتين مثلا كان شلت انا السته. لازم اعمل مثال ثاني عشان تكون اوضح. واضح ولا اعمل مثال ثاني؟ بتوقع زي معك حق انه بالآخر كانت الصفر والستة، هاي الستة مرة واحدة في النهاية هون. لا الصفر والستة مش قد بعض. صح. ال خلينا كامرة هاي مرة صفر، هاي مرة صفر، هاي مرتين صفر، صح؟ هلا ستة تيجي محل الثمانية بالليست ريسنتلي يوز فريكوينتلي يوز نفس الشيء. هلا هون الثمانية، هلا مين دشيل؟ هي أقل استخداما ستة، لأن ستة استخدمتها مرة واحدة بس أنا، بينما الصفر مرتين، فالمفروض أشيل الستة لو بدي أعمل أنا least frequently used. واضح؟ أوكي تمام. حد عنده أسئلة على هذول الثلاثة methods؟ خلينا أعمل مثال كمان واحد. أختار من عندي مثال هلا، أو أخذ مثال وأغير بس الأرقام اللي فيه. آخر عمل هون 1024 بايت. الكاش خليها كاد 8 هذه. نكبرها شوي كمان. ميت ماشين هاي نكبرها.
أربعة كيلو. ثمانية two way. يلا بدي خليها أول شيء. أوكي ست أسوشيتيف أو نحلها بأول شيء دايركت. خلينا نحلها دايركت الأول. خليها دايركت هاي. دايركت مابين. وهون طبعا بصير اسمها لاين. لاين. حد يحكي لنا هلا كم بدي احط دبليو؟ تأكد انه فاهمين. دبليو كم؟ ثلاث مية مية. وضع هالكل ليش ثلاث؟ واضح للكل اشتريت 2 قوة 8 2 قوة 3 تساوي 8 اه لاين اكم لاين عندي هون اكم لاين عندي هون اكم لاين معناته كم بيت 16 لاين مزبوط اللي هي 120 تقسيم 8 120 تقسيم 8 هو كم 16 صح معناته كم لاين يساوي 4 تاج كم كلها هذه كم بيت بلزمنا هون عشر بيت معناته هون كم بالتاج الباقي خمسة واضح الكل نعملها هلا نعملها هاي نعملها الصوت الصوشيتيف الصوشيتيف نجيب واحدة نعمل الصوشيتيف كم من W هون؟ ثلاث كم التاج؟ كم التاج في الأسوشيتيف؟ كم هون؟ تسعة 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 زائد تلاتة اتناش هل نعملها ستة أسوشيتيف ست اسوشيتيف هاي بصير اسمها ست كم بدبليو ثلاث ست نمبر اوف ست نمبر اوف لاينز كم حكينا احنا نمبر اوف سيتس كم راح يطلع نمبر اوف لاينز حكينا 16 نمبر اوف سيتس يعني كم
كم راح حسبناه هون تطلع 4 في اللاينز لانها 16 ست 16 لاين. فهون الست كم ست راح تطلع؟ يعني كم احط هون كم بيت للست؟ 3. تاج اوكي يعني اهو كنت كلكم فاهمين واضح مجموعه منيحه انكم فاهمين اوكي تركزوا على هاي الاشياء بالحل انا هاي الان بسالها كثير بالكويز الاخير حصل عنها اوكي راح نوقف هون نوقف هون و حد عنده اسئله الكويز يوم ال كويز يوم الثلاث الجاي ليش عمر يعني الأفرج عادي شفته فين زبطه كثير بس إنه والله معقول كيف فضيت طيب أوكي بزيد خلاص بزيد المرة الجاية بزيد والمرة الجاية راح أكون بده وقت أكثر من القديم أصلا خلاص بزيد وبعمل فيه زيادة شوية زي المرة مش مبارح المرة اللي قبلها بس أي هوب ما حداش حشغش كويز الأخير راح أكون بالبارت الثالث بالأسمبلي زائد الكاش ميموري اللي هو هذا البارت